بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الرب يسوع المسيح، إن نفوسنا مضطربة وقلوبنا تخفق وجعا، فيا أيها الرحوم يا مخلصنا الوحيد، أفض نعمتك وبركاتك علينا وانتشلنا وانتشل مرضانا من هذه الحالة ومن هذا المرض. بصلوات أمك البتول العذراء مريم أن تعطي نعمة الشفاء لكل مريض التي نسألك إياها، ونحن بغاية الثقة بأن حبك ورحمتك وتواضعك قد يعطينا هذا الشفاء نفسا وجسدا. اقبل صلاتنا واستجب دعاءنا ولا تهمل توسلاتنا يا رب. أيتها العذراء البتول القديسة، أسرعي واستجيبي لطلبتنا، ولا تدع العذاب والمرض يؤثر فينا. أنقذينا من هذه المحنة، وامنحينا أن نتلمس وجه ابنك بشفاعتك وصلواتك. أيتها الأم الحنون، نتضرع عليك ألا تسمحي بأن يطول ألمنا لكي نقوم بخدمة ابنك. فيا أيها الرب الإله، بشفاعة أمك الكاملة القداسة، أنت الذي حطمت أبواب الجحيم وشفيت المرضى، أنت أنقذنا من كل عائق يقف أمام خلاصنا، واشفنا من خطايانا ومرضنا، لأنك ممجد ومبارك إلى دهر الدهور. آمين.